مرحبا، كيف الصحة؟ إن شاء الله أموركم بخير. لاحظت امبارح من خلال نقاشي مع الطلاب أنه تقريبا ما حد بيقرأ الصفحات الأولى من كتاب البارون وكتاب الساد. طبعا الكتاب بيحوي على كتير ملاحظات مهمة، الكتاب موجود قدامي. طبعا أنا راح أحاول لخص بسلسلة من فيديوهات، عدد من الفيديوهات راح أحاول لخص الأفكار أو الملاحظات المهمة اللي جاي بالكتاب بأول صفحات، وراح أذكر وقت بحكي عن الملاحظة راح أذكر رقم الصفحة اللي راح أحكي عنها. عموما نحن راح نحكي حاليا عن الصفحة 4 اللي فيه جدول صغير، الصفحة 4 بالكتاب الساد اللي فيه جدول صغير بيحكي عن الأشياء اللي لازم تاخدها معك قبل ما تروح على الامتحان، أو خلينا نقول شغلات اللي لازم تعملها قبل الامتحان بيوم أو يومين. فالملاحظات الموجودة بالجدول، أول شيء أنت وقت سجلت بالكوليج بورد وقت أنهيت التسجيل بعد ما خلصت دفع، كان في عندك ملف، بيطلع عندك ملف طباعة PDF، هذا الملف بتطبعه وبتاخده معك، موجود عليه صورتك، موجود عليه عنوان الامتحان، موجود عليه تاريخ الامتحان، هذا كتير ضروري حتى تقدر تدخل على الامتحان. لا تنسى طباعته على ورقة. الملاحظة الثانية اللي هي أن يكون معك شيء يثبت هويتك، جواز سفر، صورة جواز سفر، شهادة سواقة، هوية شخصية، أي شيء يكون عليه صورتك ويثبت شخصيتك. أيضا أنت محتاج لآلة حاسبة، طبعا اذا بتعرف اي اله حاسبه مناسبه فانت فينك تزور موقع الكوليج بورد، حاطط لك انواع الالات الحاسبه اللي ممكن تستخدمها بالامتحان، او اذا انت وجدت اله حاسبه وحابب بتشوف اذا بيمشي الحق انك تاخذها معك او لا، فقط اكتب اسمها على جوجل، اكتب الموديل يعني مثلا كاسيو 2015، واكتب جنبها اذا بتصير لامتحان السات او لا. الشغله مهمه كثير، ملاحظه مذكوره طبعا في الكتاب، بدل البطارية قبل بيوم لو كانت الآلة حاسبة شغالة، حتى لو كانت شغالة بدل البطارية قبل بيوم، وتأكد بعد ما تبدل البطارية ان الآلة حاسبة شغالة، وبعدين روح على الامتحان. لا تروح على الامتحان وانت معتمد على البطارية القديمة الموجودة في الآلة حاسبة، تمام؟ يعني المخاطرة، هذا النوع من المخاطرة ممكن يكلفك سنة كاملة. ايضا خذ معك قلمين رصاص، قلمين رصاص لازم يكون من نوع HB2، تمام؟ وهو نوع، فقط اكتب HB واكتب رقم 2 بنسل بيطلع لك نوع صورة القلم الموجود في جوجل، اكتب في جوجل هذا النوع. ايضا لازم تاخذ معك ساعة او منبه، يفضل ان تكون رقمية ما تكون عقارب لسهولة حساب الوقت، ويفضل انك تعير عند الساعة 12 مع بداية الامتحان بحيث يكون حساب الوقت سهل كتير. اذا ساعة رقمية، وايضا يفضل انك تبدل بطاريتها قبل بيوم من الامتحان. ايضا لازمك، هلا كاتبين في الكتاب انه لازمك خريطه، انت ما لازمك خريطه، انت فينك تعتمد على الموبايل. يفضل انك تروح على الامتحان انك تروح على مركز الامتحان قبل بيوم. لو كنت راح تروح على الامتحان بسياره فيفضل انك قبل بيوم تروح بسياره، اذا بدك تروح مشي فيفضل انك قبل بيوم تروح مشي. المهم انك تروح على الامتحان قبل بيوم او حتى قبل بيومين بيكون افضل، وتتاكد انك انت عارفان المكان بشكل جيد مشان ما تتوتر او تخسر وقت قبل الامتحان مباشره. ايضا لازم تاخذ معك قنينه عصير، قنينه مي، وقطعتين شوكولا. قطعه شوكولا بتاكلها قبل الامتحان بخمس دقائق، والقطعه الثانيه بتاكلها بنصف الامتحان. شوكولا يفضل انها تكون اسود، يعني شوكولا سودي ساده من دون سكر كثير، لانه بتعطيك طاقه كثير جيده بالامتحان. ايضا ملاحظه، خذ معك علك صغير مشان ممكن بالامتحان تستخدمه لإزالة التوتر في حال توترت لا سمح الله، فممكن تستخدم العلك من تجربة شخصية، طبعا هي ليست مذكورة في الكتاب. في ملاحظة مذكورة هون ما بعرف إذا ممكن الواحد يحكي فيها أو لا، قالي إنه خذ معك جاكيت، أنا ما بشوف إنه هي ملاحظة مفيدة، يعني ما راح كتير تفيدك. أوكي، هذول هن الملاحظات الموجودين اللي لازم تعمله قبل ما تروح على الامتحان. راح نكفي بسلسلة الملاحظات. السلام عليكم ورحمة الله.